السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نلعب فيه لعبه جديده، كثير طلبوني اني العبها في التعليقات، فيلا انظروا في المقدمات، لا تنسى اللايك والاشتراك. يلا خلينا نبدا. فاللعبه اسمها ثرون فول او سقوط العرش. فكره اللعبه ببساطه، عندي ملك هذا الملك اللي قاعد العب فيه، انا اتحكم فيه، عنده أسهم قاعد يرمي الأعداء ذولي. أوه ذهب، نايس. وأسوي لي مملكة، رجع مملكتي اللي طاحت، ثرون فول اسمها، سقوط مملكة. فنبدأ نسوي لنا مملكتنا. طبعا في البداية نسوي لنا، يقول لك hold space، أوكي، عشان نبني لنا القاعدة بالثلاثة ذهب اللي جمعناهم. يبغى لا 7 ذهب علشان يطور البيس الى بيس اكبر. هنا في اشياء ثانية، بيت وفي اشياء دفاعات، بس لازم اول شيء اني اجمع فلوس. كيف اجمع فلوس؟ اني امشي الليلة ويجون اعداء اقاتلهم. طيب يقول لي فوق في مهمة على اليسار، يقول لازم اسوي لهم ثرست اتاك، صح؟ ثرست اتاك الاول سويت له بس انه مات قبل ما اضربه، فاروح حق واحد سويتها. اوكي لازم اسوي 3 مرات، لها كول داون. لو تشوفون الدائره اللي على راسي، اذا نزلت او اذا خلصت معناها اقدر استعملها مره ثانيه. المعذره. فسوينا المهمه، الان بس ننتظر الليله تخلص ونروح نسوي المهام حقتنا. طيب يقول لي روح ابن بيت، نحط ذهبتين في بيت وذهبتين في بيت ثاني. طبعا البيوت وبيت ثالث بعد. اوكي البيوت ميزتها انها تعطيني فلوس كل ليله لما احميها، فخلنا نجيب ليله زياده ونجيب لنا اعداء زياده نقاتلهم. ياس ابلعوا يا حليلهم، ينططون صغار. ابلع نايس، 3 ذهبات والبيوت اعطوني 3 ذهبات، نايس. يقول لي ابني الدفاعات، هذه دفاعات ترمي اسهم على الاعداء. اوكي الدفاعات الثانيه، نايس. خلصت فلوسي كلها، جيب الليلة الجديدة. الحين هم يطلقون معي هذولاك. ابلع كول داون كول داون كول داون كول داون، خلص ابلع ذهب. اوكي ماتوا قبل ما يخلص الكول داون حقي. نايس ذهبات. الحين يقول لي طور البيس، عندي 7 ذهبات، طورنا البيس. يقول لك في هنا نوعين من ال رويال تريننج، 75% اتش بي اوف يور كاركتر، 75% اتاك دامج اوت بوت اوف يور كاركتر. وفي بيلدرز جيلد يقول لك افري مورنينج A level 1 house is automatic. يقول لك هنا كل يوم ال level 1 البيت اللي level 1 يتطور الى level 2. هذه حلوه هذه. و 50% من الكاركتر باخذ هذه. عشان ذولي يطورون level 2 بدون ما ادفع عليهم فلوس. شايفين؟ لازم ادفع عليهم ذهبتين عشان اطور level 2. بس الليله لما اتوقع تعدي ليله يتلفلون من نفسهم. ابلع. شخصيتي اذا كان قريب يضرب، لا يرمي اسهم يرمي اسهم يرمي اسهم، ما يضرب. واو صاروا زحمة. انت وياه بدأوا يدخلون عندي. جمعت 6 ذهبات.
هذا بيت تطور شفتوا؟ هذا تطور لحاله صار ليفل 2 بدل ما ادفع لي ذهبتين. طيب الحين ايش عندي اشياء اسويها؟ عندي اوه اجيب لي جنود. اوكي وهذا مل توقع تزودني بالطاقة او شيء. وبيت طيب البيت بيعطيني فلوس فخلني ابني لي بيت. برضو بيت بيعطيني فلوس زيادة فببني لي بيت. باقي لي خمسة اقدر ابني لي اما هذا او حق ببني حق الجنود. ببني حق الجنود. يقول في نايتس وفيه سبيرمن. سبيرمن اللي معهم سبير والنايتس اللي معهم سيوف. باخذ سبيرمن و بس صح. يقول لك هولد كنترول. وين كنترول؟ اوه اسحبهم معاي بعدين انزلهم كنترول. انا ديم كنترول بعدين اضغط كنترول واكمل احط اثبتهم في مكانهم. اوكي والله شويه معقد الموضوع. اناديهم واخليهم مكانهم او اناديهم واثبتهم في مكانهم ما يتحركون اثبت لهم اماكن. واو. طيب في اشياء زياده طلعت. هذا دي اوكي تاور او بيت بس عندي ذهبه واحده ما عندي زياده. خلني انادي. تعالوا يا هاي انتوا يا هذولك ثبتتم مكانهم خلني اسحبهم. لا الرابع مو راضي يجي. تعالوا سبيرمن قاموا يلحقوني من جد ذول. ايه تعالوا قاتلوا هنا. التوتوريال جاب فيني العيد. الله يا الذهب 13 ذهب يس. وفي بيوت تطوروا من نفسهم. طيب بيت اكيد عشان يزودني ذهب. في هناك بيت بعد. الله 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 الله, الله. يلا بيت. يلا بيت بيت بعدين نبني المل. يقول لك improve plow every future upgrade of this mill will increase its income. اوكي يقول لك اي تطويره بيزود الدخل حقها او نقول له explosive trap. اوه يحط افخاخ تفجيريه. خلينا نحط هذه. build a field. build a field برضو field. اوكي تمام. تطويره اربعة كان تطورتها بدل ما ابني الفيلد بس يلا مو مشكلة. هنا عندي ثلاثة اقدر ابني لي تور او ابني لي بوابة ذي صح. خلني ابني بوابة احسن. تمام خلصنا فلوسنا كلها. مدينتنا صارت كبيرة مرة. يلا تعالوا تعالوا يا اعداء اربيكم انا. ابلع قاتلوهم. والله سبير من جامدين. اوه في ماتوا منهم صح ولا ما ماتوا؟ والله جامدين سبير من. اوه مات واحد. يرجع ما يا الذهب. 21 حبة. طيب نبني لنا هذا. نطور لنا هذا. وأقدر برضو أطور هذا. أقدر أطور ده بعد. عندي خمسة بالضبط على قده. خلصت كل فلوسي. تعالوا يا أعداء. وين ما يقدرون حتى يوصلون البوابة. يلا انتوا يا يلا يلا انتوا يا. واو سبير من جامدين يا جماعة. والله جامدين.
اخوياي مره جامدين مره غشاشين 22 حبه ذهب. واو واو واو. طور المل، حط لنا فيلد، فيلد زياده، اطور التاور. خلاص طورت كل شيء، طورت كل شيء. باقي بيوت، باقي بيت واحد بس ما تطور صح. طورت كل ابو شيء، ما اقدر اطور زياده. وش المملكه الخرافيه ذي؟ تعالوا يا اعداء، ذولي دبب كبار. البوس، تعال يا سبيرمن، تعالوا يا اساطير، ابلع. والله معركة حامية. كفو يا اخوياي، كفو يا اخوياي، كفو يا اخوياي. يلا انت يا يلا انت يا فيكتوري. فزنا. نيو ريكورد ليفل 1 ليفل 2 رويال مينت ليفل 3 اركين تاور ليفل 4 8 سبير. واو كونتينيو. لحظة، اللعبة تشابترات. نايس، يعني خلص تشابتر الون، باقي هذا، بعد هذا الصحراء، وبعدين الثلج. واو. طيب بما اننا خلصنا تشابتر 1 مره بسرعه، خلوني العب تشابتر 2. طيب انا التشابتر 1 لعبنا سبير، قصدي لعبنا ارشر، وهنا سبير. سبير سلاحي انا. ها طيب البيركس اركين، خلني احط ارمر لاني معي سبير بقاتل يعني كذا. ميوتيترز، وشو هذه برضو بوينت اكس بي. طيب دام من السابق كله بوينت اكس بي، خلني اخذ هذا لانه بس بيطيحون جولد اقل نص، بس هذا يزيد الدامج حق الانمي ويزيد الهيلث. لا لا خلنا على الجولد. طيب هذا البيس حقي، اقدر ابني البيس. اوكي نايس. ابني بيت بيت، بس ما اقدر ابني شيء ثاني. انادي اعداء تعالوا، هالمره غير، ما معي ارشر، معي رمح. هذه الضربه حقتي، يسوي ضربات سريعة. يلا هذاك قاعد يلف منك. تعال ابلع. نايس، ولا طيح، ولا طيحوا لي جولد واجد. طيب هذا الميل، هذا الارش، شو اسمه التاور، خلنا نبني تاور هنا. مل برضو، تاور ثاني، احتاج تاورات صراحة، ابغى فزعات، بس ما اقدر ابني شيء. اقدر ابني بيت، عندي جولدين اقدر ابني فيه بيت. تعال يا بيت، حلو، تعالوا يا اعداء، هذول سريعين مرة.
هالمرة يجون من أكثر من مكان، من فوق ومن تحت. هاي انت وياه، والله صاروا يهجمون الحين، يكسرون أشيائي. لا 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 تكسرون التوار، أبلع. يكسرون التوار. هاي ضربني أنا، ضربني أنا، أضرب التوار، ضربني أنا، أضرب التوار. واو والله بغي يتدمج التور. شوفوا الحين المرة الجاية بيجي من فوق ومن تحت. يا وين. طيب عندي 8 جولد، ما اقدر اطور التورات. اوه مشكلة، اقدر اطور البيس يزود الهيلث. طيب رويال ترينينج بيلدر جيلد، انا اخترت بيلدر جيلد المرة الاولى صح؟ طيب رويال ترينينج يقول يزود 75% من الهيلث والاتاك. باخذ رويال ترينينج. اقدر، اما اقدر ابني حاجز، حرام ليتني بنيته ما انتبهت له. يلا ما عليه، الحين صراحه احس ان شوفوا فوق في عدوين وتحت في 8. بروح اتخلص من اللي فوق اول. اوه سريعين ذولي. مات، حلو مات بسرعه، نايس. جاء الثاني، جاء الثاني، جاء الثاني، جاء الثاني. موتوا 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 موتوا. واو التور بيطيح، التور بيطيح، التور بيطيح، التور بيطيح 100%، 100%، التور بيطيح 100%. يس خدت الدمج انا. اضرب. يس. يس انقذنا التور. واو 9 جولد. اول شيء ابني الحاجز. احس اني ما بنيت الاشياء بشكل كويس، عندي نقص كثير. زي مثلا ها تور، ابغى مل، نبني مل، لازم نبني مل. طيب يقول لك هنا الامبروف بلو وهنا الاكسبلوسيف. لا ابغى ترابس، ابغى اكسبلوسيف ترابس. عندي حبتين ما اقدر اسوي فيها ولا شيء، بس بحط فيلد وفيلد. كان مداني ابني بيت بس مو مشكله. طريق ثالث بعد من هنا. يلا تعالوا، التور طاح خلص. 100% التور طاح. يلا تعالوا انتوا اياه من ثلاث اماكن، ما شاء الله. يلا انتوا اياه. واو واو يا الزحمة. التور التور ذا قاعد يضرب التور. الحين صار الموضوع صعب مرة. صار الموضوع صعب مرة لأنه تشتتنا وما بنيت لي جيش، ما سويت لي طيحوا التور. أنا قايل التور بيطيح 100%، التور بيطيح. بس ما عليه ما عليه، يمدينا. يلا انتوا وياه موتوا. ياس صعب بس ما زلت اقدر عليه. يرجع التور، اوكي حتى لو تهدم يرجع مرة ثانية. طيب الان ابغى ابني لي جيش. ابغى جيش احتاج. طيب هذا لي 4 بالجيش. ابغى زي اللي هم سبيرمن، كانوا مرة جامدين المرة اللي فاتت، اقدر اطورهم الان. واللي هو بسويه بطورهم، احتاج جنود زيادة يفزعون معي. باقي لي حبة جولد ما اقدر اسوي فيها ولا شيء. يقول لي تعال صلح ولا تكسرت هذه. تكسرت. عندي حبة جولد واحدة ما اقدر اسوي فيها ولا شيء. عندي جيش وضعي تمام، مدينتي مسيطر عليها. يلا بدينا. في ذولي الكور. مدرعات مدرعات. كويس اني سويت لي جيش. والله مره كويس اني سويت لي جيش.
واو والله ما كان قدرت عليهم الحالي. واو واو يا الفزعات، واو يا الفزعات. عندي 9 جولد. طيب احتاج بيوت، احتاج فلوس، في اشياء زيادة. ارشري اللي هم يرمون من بعيد، احتاج جيب ارشري جيب. اقواس عادية، لونج بو او كروس بو. كروس بو اللي هو البو اللي يعشق، ولونج بو اللي هو اللي يسحبونه بنفسهم. هات لونج بو. طيب عندي 5 جولد، ابني بيت وابني بيت. ممتاز ممتاز ممتاز، وضعي طيب. في 40 عدو بيجون من تحت، تعالوا صدوا الفزعة. حلو يا الارشر يا اخوياي، كفو يا الفزعات، كفو يا الجيش. واو يا الزحمة، واو يا الزحمة، معركة صارت. ابلعوا. كفو كفو اخوياي، كفو كفو. دائما الملك هو قائد المعركة، هو اللي يدخل في نص الاعداء يشقهم شاك. والله ماتوا اخوياي، بس كفو كفو والله، شلناهم شيل. ايه ابلع. ايه كفو اخوياي، ايه هذا الشعب اللي افخر فيه. ايه هذا الشعب اللي افخر فيه انا. ابغى بيوت، ابغى فلوس. ابغى ابني بيوت، وابغى اطور بيوت برضو عشان يعطوني 2 جولد كل شوي. جيشي تمام، بس بطور زيادة بيوت عشان المرة الجاية اطور البيس. 20 حبة كلها بحطها في البيس. يلا نبدأ. وين الاعداء الحين؟ ما اشوف، ليكون الزعيم. من ذا الجهة يطيرون، ما اقدر اقاتلهم انا، هذا بس الاسهم. كويس اني سويت لي اسهم، هدموا البيت. لا 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 لا، ما يصير، ما اقدر اقاتل الحال كذا، ما اقدر اسوي شيء. لا 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 لا، غلط والله غلط، ما اقدر اسوي شيء. هدموا ما توقعت بيجون من فوق. والله ما توقعت يجون من فوق الصراحة، غدروا فيني. ليفل 6، ليفل 6، اوكي. فتحت اشياء جديدة. اوكي. توقع يكفي مقطع اليوم. انغدر فيني واجد. المقطع الجاي بكمل شابتر 2، ويصير كل مقطع شابتر. انا لعبت بداية شابتر 2 لان شابتر 1 كان مرة سريع. خلصها مرة بسرعة. طيب وبس يا شباب، كان مقطع اليوم. اتمنى يا عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما انا استمتعت باللعب. اشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.